بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ودار الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع من دروس الصيام، اليوم الخامس مو هيك؟ طيب ليش؟ بلغ نشوف. قال: أما تفتيح أبواب الجنة، أنتم تعلمون أن في رمضان عندما يأتي رمضان تفتح أبواب الجنة أو تفتح، هذا مبالغة، أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وفي رواية مردة الجن، يعني الكبار بيناتهم. قال: أما تفتيح أبواب الجنة، لا الخامس والله أنا مالي كاتب، أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكسير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنة. هذا الكتاب أنا أول مرة أقرأه، حتى بالشام ما قرأته، سبحان الله. رسالة لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، فلطيفة جدا يعني. قال: أما تفتح أبواب الجنة فعبارة عن تكسير الطاعات، تكسر الطاعات في رمضان، فيؤدي ذلك أن هذه الطاعات تؤدي إلى، توصل إلى ماذا؟ إلى الجنة. إذن ينبغي أن تفتح الأبواب، لأن الطاعات موجبة أو موصلة بالأصح إلى الجنة. قال: وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النار. في رمضان تقل المعاصي، إذا ما في حاجة إلى فتح أبواب الجنة، مسكر. شاف المعنى الطيب العميق الذي يريده الشيء. قال: وتصفيد الشياطين، هون جاء معنى غير اللي نحن نتداوله، غير ما نتداوله. قال: وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين، لأنهم لا يطمعون في إجابتهم من المعاصي، يعني أخذوا على المجاز مو على الحقيقة، إنهم الناس ما حيسمعوا لهم، فما عاد وسوسة، ينقطع أمل الشيطان في أن ينتفع بوسوسته، يعني في أن يستجيب له المسلم في نهار رمضان. لذلك كأن الشياطين قد صفدت على هذا التوجيه. قال: وقوله عز وجل، طبعا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، هلا عم يرجع يشرح ما ورد من أحاديث، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عندما قال لي ماذا فعل؟ أضاف الصيام إلى ذاته، لي، هيك قال لي. فقال: إضافة إليه، إضافة تشريف، أضافه إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، لأنه لا يدخله رياء لخفائه. الصوم ما حدا بيشوفك، حدا بيشوفك أنت صائم، هو انقطاع، إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، فهو خفي، لذلك ما في رياء. ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض. شوف المعنى الجميل الآخر، ما في أحد يتقرب إلى ملك من ملوك الأرض بالجوع والعطش، لكن المسلم يتقرب إلى الله بالجوع والعطش، فكان خاصا بالله. شيء المعنى الآخر، قال: ولا التقرب إلى الأصنام. العرب في الجاهلية وغير العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام يتقربون إليهم بالذبائح، يتقربون إليهم بأشياء كثيرة، لكن لا أحد يتقرب بالصيام، فكان الصيام خاصا بالله لهذه المعاني الثلاثة، لخفائه فلا رياء فيه، ولأن ملوك الأرض لا أحد يتقرب إليهم بالصيام بالجوع والعطش، ولأن الأصنام لا أحد يتقرب، لا أحد يتقرب إليها بذلك. طيب، قال: وقوله وأنا أجزي به، يعني جعل الجزاء خاص فيه سبحانه وتعالى. قال: وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات، معناه
تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإزدائه، يعني أيضا ربطه به، فإنه لي وأنا، أنا من أزيد، ربطه بذاته سبحانه وتعالى. ما معنى وأنا أزيد به؟ يعني نحن عندنا الحسنة لعشر حسنات لسبعمائة ضعف، ضعف، لكن الصيام لا حدود لمضاعفته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من كلامه إلا. طيب، قال وقوله الصيام جنة، يمكن خلص الخمس أيام ويكفي، بكرة إن شاء الله نقرأ الصيام جنة والرفس والسخب، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.